ورحمة الله وبركاته، حباباتي إن شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم معايا الهريسة الحمراء، دونك نورمالمون إلي فاسيل أفير وطول الموند يعرفوا كيفاش يديروها، مي لو فات إني كنت ندير في واحد الفيديو كنت أون ديريكت في جوستيس لفاطمة دارو فيا، ألوغ قعدو يسقسوني البنات على لي غوسات، قلت لهم داكوغ نديرها لكم خليها لهم في لاشان باش يلقاوها طول طون. والمهم البنات نحتاجو فلفل احمر، بون تقدروا ديروا وحده خضراء بصح تعرفوا باللي الحمراء هي اللي بنينه. نحتاجو فلفل احمر ونحتاجو ثوم وملح وكربيه ونزيدو تابل. تابل هو لو سكري تاع الهريسه. تابل هذايا انا نشري هو تابل مخلط جاي يشبه راس الحانوت، تقدروا ديروا راس الحانوت وتقدروا تشرو هذا التابل. انا نشتي تاع لا مارك القميري يسموه فاح ممتاز، ديجا راني مالفا نديرو في مشترياتي. المهم لا علينا، سو كي امبورطون هو ليغون، وهذا نوحدهم البنات راه ما يكفوش، هاد ليغون راه ما يكفوش، يلفو كو ديروا هادو وديروا قبلهم هادو، والا تشرو هذوك الخشان، والا اذا ما شريتوش هذوك الخشان تشرو هذوك البويض دوبلوهم، خاطر انا جي ديجا اتيليزي هذوك البويض وحدهم كيما ملي كنت دايره اللايف، درت هذوك البويض وحدهم ومن بعد فاتلي مو هذونا كبار جو تابلي استعملوهم معرف كيفاه، صح مهم انا لقيتهم جبتهم ندير بهم الفلفل. البنات السكري تاع الهريسه انك كي تحطيها تفور ما طيبيهاش بزاف، كي تحطيها تفور جوست تشم السخانه هذيك وتخرجيها، خاطر الا خليتيها تفور كي تلحيها رايحه تولي جاريه، تولي ما تولي لك ما كيما الماء عادي، صح كي تفوريها جوست تشم السخانه ترحيها، بيان سور كي ترحيها الريحه الاولى مش حتخرج لك هريسه ديريكت هريسه، بصح يلفو كو تفور فوره خفيفه، اول حاجه تفوتوها في الروبو ترحوها ريحه خفيفه، اونسويت تجيبوا هذيك المولينات تاع بكري هذيك تاع البلاستيك اللي يديروا لها هاك يشدوها من عندها بواني والدور منها، خاطر ما عنديش لازم كي نفورهم ونرحيهم نبعث نجيبها من عند ماما. تجيبوا هذيك المولينات تفوتوهم فيها، تنحلك هذيك لابو اللي هي القشره تاع الفلفله وتبقى لك برك تبقى لك برك البوري الصافيه تاع الفلفل لما تكون عندك فريمون هريسه مليحه. المهم البنات تحطوا معكم كلكو شوز اللي تحطوا فيها الزريعه اوتوماتيك ما راحين تنظفوا هذا الشيء هذا، والبنات ما يخفاكمش انها هذا الفلفل او جاي كولوري بزاف، ديجا لو كان دوك تشوفوا معايا راحين تشوفوا بلي مو البنات قطعوه كيما تحبوا خاطر راح يفور ويترحى، مهم نتوما تنحولوا هذيك الزريعه وديروا ديروا فراسكم مليح بلي هذا الفلفل او يدبغ بزاف. دوك تشوفوا زوج دقائق راح تلقاو هذا البون ديجا حمر، مهم انا نحيلو او مغسول ديجا راني خليته في الماء او مغسول، انا عندي الفلفل جوست نحيلو كيما هاك ونحطو يفور فورة خفيفة، شوفوا ها هاهو الماء، شوفوا ديجا دبغ، شوفوا المهم البنات دوكا تيليفوني ديشارج لي وانا ديشارجت معاه، هنايا هذا اللي فار نبردو هنا شويه،
بعد نرحيه كما راكم تشوفوا هنايا. بعدها يعطيني هذا الشكل، راكم تشوفوا لا كونسيستونس تاع الهريسه، ما فيهاش ماهيش مايهه ولكن فيها هاد القشور اللي راني راحه نحيهم. كيفاش راحه نحهم؟ راحه نحهم فوتها في المولينات. بون باش ديروا تخلوها للاستعمال اليومي، تخلوها لتحت الفوكو، تزيدوا لها شويه زيت، سينو باش تكونجلوها ما ديروا لهاش زيت، برك توابل اللي هما ملح وكرويه ثوم وتعبل، ولا هذا كفاح ممتاز تاع القميري. البنات هذه اللي كنت ندير فيها دوكا، مازال ما فوتتهاش في المولينات، وهذه اللي كانت في اللايف المره اللي فاتت. لا ماجوريتي تجيهم جاريه، بصح انا هذه يعني زادت لها الزيت على بها جرات، خاطر خليتها لتحت للاستعمال اليومي. اوترومون كي تعاودوا هذه تفوتوها في المولينات، تعملهم قلت لكم في هذوك لي كوبلي، ايو دي كونجلو بالوحده. هذوك لي كوبلي كي تكونجلاو تقدروا ديرهم في اون بواط، ولا تقدروا ديرهم في ساشي دو كونجيلاسيون، كيف كيف اي وحده فيهم. باش ما نطولش عليكم لا فيديو، نديكم تشوفوها في المولينات والاخر. المهم ملح، كرويه، ثوم، وراس حانوت، ولا تابل كما تقراو في البوات، لازم تدار بالتابل اللي هو تقريبا راس الحانوت عندنا. سينو اشرو فاح ممتاز تاع القميري.